ان انا اعمل الكبسه السعودي. بصوا هي سهله قوي قوي جدا، بس هي ليها شويه تكنيك، ودي الطريقه الاصليه بجد، يعني اللي زي ما السعوديين بيعملوها، ويا رب اكون يعني بعملها ولو يعني جزء صغير كده من شطارتهم فيها. فالنهارده هنعملها بابسط طريقه وباسهل طريقه وعلى اصولها. الكبسه السعودي بتتميز بتوابلها. بصوا هي يفضل انها تتعمل بلحم طبعا ضاني، لحم الغنم، ولكن احنا النهارده هنعملها بلحم سن عاديه، بتاخد وقت في التسويه. ممكن اللحمه بعد ما نشوحها نحطها في الفرن تتشوي، وممكن نكمل سواها مع الرز. النهارده هنكمل سواها مع الرز. تتميز بتوابلها بقى الكتير، وهي دي بيفرق الكبسه عن اي وصفه تانية بلحمه برز. تعالوا بقى نقول المقادير وندخل على طول على التفاصيل. مقادير الكبسه السعودي: كيلو من اللحم الضاني او اي قطع لحم، قطعيه لحم عندنا، بس يفضل ان يكون فيها نسبه دهن، ده بتدي طراوه للرز. 4 كوب رز بسمتي منقوع لمده ربع ساعه، 3 بصل مفروم، كوب الا ربع من صلصه الطماطم، 2 فلفل اخضر حار مفروم، 3 جزر مبشور، معلقه صغيره بشر ليمون، ربع كوبايه زيت، وبهارات الكبسه. بهارات الكبسه اللي احنا قلنا ان دي اللي بتميز الوصفه عن اي حاجه تانية. بصوا بقى، معلقه كبيره قرفه، كل ده طبعا مطحون، ماشي، معلقه كبيره حبهان مطحون او الهيل، نص معلقه كبيره من الزنجبيل المطحون، 2 معلقه كبيره قرنفل مطحون، معلقه كبيره ملح، معلقه كبيره فلفل اسود، معلقه كبيره كمون، نص معلقه كبيره كركم. وبعدين هنعمل صلصه للكبسه، بس دي هنقول مقاديرها كمان شويه. خلاص احنا كده معانا المقادير على الشاشه، وتعالوا بقى نشوف بنعملها ازاي، وايه الافكار اللي فيها اللي بتخليها مميزه وطعمها حلو قوي. يعني حاسه انا النهارده مطقمه مع لوجو كل يوم اكله اورنج، وهو اورنج وعاملين شغل احنا الاثنين مع بعض. بصوا بقى، اول حاجه هجيب عندي، تتميز الوصفه دي انها كلها في حله واحده، وطبعا انتوا عارفين ان انا ايه، بحب جدا بلاقي نفسي في الاكلات اللي في حله واحده. بروح حاطه شويه زيت كمان شويه كده، ماشي، وبعدين بقى بحط البصل. اول حاجه بنزل بيها البصل في الوصفه دي. الله، البصل بيكون كتير، وده اهم ما يميز الوصفه دي عن اي وصفه تانية. وبعدين بقلبه وبتبل البصل، بتبل البصل قبل ما احط اللحمه. البصل لازم يكون كله توابل قبل ما اقلب فيه اللحمه. هنا بقى انتوا عارفين في بعض الوصفات انا بدبل البصل، بس هنا لا، لازم يصفر شويه. ومع التتبيل كمان هتلاقوه، يعني انا بتبله بقى بالتوابل اللي عندي، هتلاقوه غمق كمان. تعالوا بقى نحط ايه التوابل بتاعتنا. الملح اهو، ماشي، والفلفل الاسود، وننزل بقى بايه، ببقيه التوابل عندنا كلها اهو. الرز بيطلع ملون، ده بسبب التوابل. الرز عندنا، الحبهان المطحون بقى في الوصفات دي هو اساس النكهه، والقرنفل، حبهان مطحون وقرنفل اساس النكهات هنا. بصوا يا جماعه، ده فلفل حار اختياري، تمام، عارفين في وصفاتي اجباري فلفل حار ماشي. وبعدين بقلب بقى ايه البصل. بصوا البصل عندي لون ازاي، ودي برضو اهم ما يميز الكبسه السعودي اهو. الله، ريحه التوابل فعلا فعلا مختلفه. انا اروح اجيب حاجه بس امسك بيها. ريحه التوابل تجنن اهو. بقلب بقى شويه كده، خلاص ريحه التوابل طلعت عندي، انزل بقى بقطع اللحم. زي ما بقول لكم الوصفه دي تنفع جدا لعيد الاضحى. كل سنه وكلنا طيبين يا رب، يقعد علينا الايام بخير، ماشي. ليه؟ لانها من وصفات اللحوم المميزه، وطبعا اصلها ان هي بتتعمل بلحم الغنم، لحم الخرفاء الضاني يعني.
فهتبقى عظيمه معانا لو عملناها بقى في وصفات عيد الاضحى. شايفين الحته دي؟ ها دي حته ليا احطها علشان تدينا اهي، شايفين دي حته ليا، هحطها كمان هنا علشان تدينا بقى ايه، عشان احنا مش عاملين لحم ضاني، بس لما نحطها هتدينا ريحه كده اللحم الضاني وطعم. زي ما قلت لكم ان الكبسه السعودي بتتميز ان احنا لازم نيجي نعملها بلحم فيه دهون، ده لان بيدي طراوه للرز، بيخليه كده جوسي مش ناشف، لان هو برز بسمتي، عارفين طبعا الرز بسمتي بيطلع مفلفل. الكبسه السعودي بتختلف قليلا، ان الرز لازم يطلع جوسي كده شويه، يعني في طراوه غير الوصفات التانية. تعالوا بقى نقلب اللحمه اهو، ريحتها طلعت تحفه. اوكي ماشي، بقلب بقى، يعني لازم اللحمه الاول عندي تتقلب كويس جدا جدا في التوابل والبصل، كمان تستوي تتسبك لوحدها، لازم تتسبك لوحدها كويس قوي قبل ما احط الرز، يعني لازم تستوي كويس قوي قبل ما احط الرز، ماشي؟ ده برضو من عوامل نجاحها. ريحه الضاني بقى ايه طلعت اهي. يا ليتكم معايا، ريحه تجنن، ريحه اللحمه وهي في التوابل مع البصل مع الفلفل الحار. اهم ما يميز ان انا شماه، انا شمه ايه؟ حبهان اكتر حاجه وقرنفل، دي الروايح اللي ظهرالي منغششه كده يعني داخله في نغشيشي. لازم اقلبها كويس قوي اهي، بس كده. تخيلوا بقى الرز بيستوي في الطعم ده، انتوا متخيلين هتاخدوا رز طعمه عامل ازاي؟ اهي كل ده طبعا طبعا على نار عاليه، وده ليه يا جماعه؟ زي ما اتفقنا قبل كده وقلنا كتير، اللحوم والفراخ لازم واحنا بنديها السيرنج نخليها على نار عاليه، وده علشان الميه بتاعه اللحوم او الفراخ ما تنزلش، فلما تنزل ايه اللي بيحصل؟ الحاجه عندنا بتنشف بتشد، بنلاقيها كده ان هي بتاخد مضغ كتير، لكن لما بتبقى محتفظه بالعصاره بتاعتها لا، ده بيخليها جوسي حلوه، لما نيجي نقطم ما نلاقيهاش بتشد كده كاوتش، نبقى جايبين اللحمه ودافعين فيها لا يعني رقم ومبلغ، وبعدين نيجي نعملها نقول ايه هو الجزار ضحك علينا ولا ايه؟ لا، هو الجزار ما ضحكش علينا خالص، احنا بس مش عارفين ازاي نسويها. اللحمه لازم نقلبها، لو هنعملها بالطريقه دي لازم نقلبها الاول، او حتى وانتوا بتسلقوها سلق العادي لازم اقلبها كويس الاول على نار عاليه، وبعدين احط لها الميه او احط لها المرقه تغلي، اول ما تغلي اهدي النار واسيبها بقى على نار هاديه، تاخدوا احلى شوربه، تاخدوا احلى طعم لحمه، تاخدوا شوربه متكلفه، لان ايه بروتين كده يكون نزل، والشوربه تكون طعمها حلو قوي، البهاريز كده بقت مليانه بهاريز زي ما بنقول يعني. خلاص انا كده بالنسبه لي اللحمه كفايه اخدت لون واخدت طعم، وايه قطعت شط في تسويتها كمان. في ناس بتعملها ايه؟ بتشيل اللحمه بعد ما بتديها السيرنج ده او التشويحه دي، تروح شايلاها حطاها في الفرن تتشوي، او بعد ما تتسلق شويه تروح واخداها حطاها في الفرن تتسلق. لا انا هكمل عادي جدا، احط ايه؟ جزر شويه اهو، واحط الصلصه بتاعتي اهي. خلاص واقلب برضو حبة حلوين خلاص. بعد ما اقلب التقليبة دي اروح حط عندنا المية السخنة، لازم مية سخنة في الخطوة دي. ليه؟ انا ميبقاش عندي اللحمة خلاص سخنة وكل المقادير عندي سخنة ومكونات سخنة واروح حطلها مية ساقعة، لا اهي ميه سخنه بتغلي بس كده
واروح ايه نقلبها واسيبها بقى تستوي. خلاص طبعا مش هحط الرز ابدا قبل ما اللحمه تكون استوت معانا، ليه؟ هنلاقي الرز استوى على طول واللحمه لسه ما استوتش. فبعمل كده خلاص اهي لحمه. بصوا اللحمه اللي فيها شويه دهون بتبقى طعم تاني برضو، طعم تاني. خلاص واروح مغطياها لحد ايه؟ لحد ما تستوي. احتاجت ميه سخنه بحط لها تاني النار زي ما انتوا شفتوا، انا بخليها عاليه، تفضل عاليه لحد ما تغلي. اول ما تغلي لمده مثلا 3 دقايق اوطي احدى حاجه، احدى حاجه، وهتاخدوا لحمه من بره مستويه ومن جوه لونها روز، بجد لونها روز. احنا واخدين اللحمه تبقى لونها جراي كده من جوه ومن بره، لا، اللحمه اللي سواها مظبوط تبقى لونها عادي لحمه من بره، بس من جوه لونها روزي كده جميل. فاحنا دلوقتي عملنا ايه؟ خلاص هنسيبها تستوي وتغلي الاول وبعدين نهدي النار عليها. طيب طبعا عندنا الرز اهو، الرز ده بنبقى عاملين فيه ايه؟ الرز ده بسمتي. خلاص بننقعه لمدة نص ساعة، ساعة الا ربع، مهم جدا جدا ننقعه لمدة نص ساعة او ساعة الا ربع، وبعدين نحطه بعد طبعا ما اللحمة تستوي خلاص نحطه في المرقة. ماشي ونكمل بقية وصفاتنا. ماشي ونقدم بيها ونجيب المسكات بتاعتنا ونشيل الحلة ونقربها من اطباقنا علشان نعرف نقدم اكلنا اهو. اوكي نجيب دي، حلوه قوي. ونبدا بقى ايه نغرف الرز باللحمه اهو. اللحمه طبعا ايه هنرصصها بعد كده على الوش. امال ايه؟ الله ريحته تجنن. طبق ده طعم حلو بطريقه، توابل الكبسه ملهاش شبه، يعني الاكله دي ملهاش شبه كده، من احلى الاكلات حقيقي واسهلها، بس النتيجه بتبقى عظيمه. نجيب ايه المنديل ونظبط طبقنا ونزينه. اوكي تاني اللحمه ماشي. نحط بقى اللحمه ايه فوق كده، نجيبها اهي اطلعها كده فوق، شايفين تبقى فوق فوق الرز. ماشي طبعا اللحمه يا جماعه كميتها انتوا اللي بتحددوها، هي بتبقى على عدد افراد الاسره. ماشي اهو، يعني على حسب، انا مش هحدد اللحمه، انا هنا عامله كيلو، لكن انتوا تقدروا طبعا الكميات اللي انتوا عايزينها. خلاص ايه نجيب واحده كمان. نعم مش سامعاكي تاني. هحط بقى، حاضر 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 عيوني. بص بقى وايه، نحط كده اي حاجه خضراء عندنا. لا هوديها الناحيه الثانيه علشان اقدم الطبق الثاني. ماشي اهو اهو نحط خلاص، نحط الرز الاول وبعدين ياخد اللحمه. طبعا لو عندكم سيرفيس كبير تقدموا عليه كله، اوكي انتوا حرين. ماشي بس هي بتتقدم كده، الرز وفوقيه اللحمه اهو، عشان كده انا بخلي اللحمه للاخر اهو. اوكي بس كده. بس كده خلاص عندي الوصفه جهزت. سهله ولا مش سهله؟ والنتيجه عظيمه اهي اهو. ش
شايفين تحفة ازاي؟ اهو نحط طبعا ايه التاتش بتاعنا، شوية جزر حلوين خلاص يلونوا دايما الطبق، وزهور بقى الخضر اللي عندنا اي حاجة ناخد ونحط بأبسط حاجة